الضغط ديما متواصل للضيوف وتسديدة فابريس أونانا على القايم كرة تجيب ركلة اليو سي سي إلى أونانا أونانا تتعدى للكرة اختير للكرة أونانا أو سيف سيفي والهدف الأول أحمد حسني يلعب كرة مع أونانا والهجوم المعاكس هشام السيفي دويلة فريق يعني محترم جدا عنده كذلك عدة مشاركات في المسابقات القارية هشام السيفي وانتقل الدفاع ثم أحمد حسني وال تبقى الكرة للملعب الجيمسي فابريس أونانا يخرج الكرة ممتازة أحمد حسني هذه المرة موش في موقع التسلل اليو سي سي هشام السيفي ولا ياخذ الكره فابريس أونانا لهشام السيفي على هجوم خطير للملعب الجيمسي هشام السيفي تيبي لرودريك كابوي وفابريس أونانا في افتكاك الكره هاو الدور الدفاعي اللي حكيت عليه ثم تخريج الكره لهشام السيفي فابريس مازالت عنده كره بحذاء المثيري يفضل وجه المجري يعمل مرافقه المجري يطيح والحكم يقول ضربه جزاء الملعب الجيمسي شد الشعار فابريس احمد حسني ما فماش تسرب ولا تدخل أونانا في التمهيد اللمسه الاخيره تضيع مره اخرى على ايهاب بن منصور التماس محمد بن منصور احمد حسني ما يلمسش الكره ياخذها فابريس أونانا فابريس أونانا يبدل الكره ثم يوسف الفزاعي لكن معاه ترجع الكره للاعب فابريس أونانا لسعد الدريدي رغم أسبقية الترجي يفكر في الهجوم يلعب مليح الملعب الجيمسي قاعد مخالفة ضد اليسر متابعة المحاولة من يوسف الخميدي لكن قصيرة إلى غيلان الشعلالي ثم فابريس أونانا وشمس الدين الذوادي في التغطية على الظهير حسام الحاج مبروك كرة في وسط الميدان فابريس أونانا هشام بالقروي رغم أنه المهمة تبدو صعبة لكن الفريق الملعب الجيمسي عنده ثقة في قدراته على مواصلة الحلم والطموح شايف الكرة الأخرى ماتش الجاي ملعب التونسي يمشي قفصة إلى أونانا أونانا إلى الهجوم باكوش أونانا فابريس أونانا يراوغ المدافعين فماش مخالفة الحكم يعطي الأسباقية اللي بشي بتبيع بشي يلعب ممكن الكونتر في ما تبقى من هذه المباراة ملعب التونسي خاسر واحد بلاش بعد ما ضيع ضربة جزاء في 46 دقيقة ضيعها على الدين عباس كانوا قادرين باش يعني يضيفوا هدف آخر على الأقل والفريق يكون يدخل بأكثر راحة لحجرات الملابس لكن حتى هدف مقابل صفر نتيجة طيبة في الشوط الأول ثم أحمد حسني تبقى الكرة للملعب الجيمسي فابريس أونانا يخرج الكرة ممتازة أحمد حسني تيبي لرودريك كابوي وفابريس أونانا في افتكاك الكرة هاو الدور الدفاعي اللي حكيت عليه ثم أمامهم في الارتكاز حمزة حدا حمزة جلاسي ثم من يحاول تخريج كرة السيفي والكرة ما تعداش تعود في وسط الميدان فابريس أونانا يلعب الكرة الكرة العالية هذه السيفي الضغطية كان ما حصل المرة فابريس أونانا ترجع الكرة بالتماس صالح الملعب الجيمسي تدخل فابريس أونانا شادي شعار بتواصل العملية لصالح الملعب الجيمسي اليو سي سي بول فابريس أونانا تقطع الكرة من توي جاب الكأس بعد ما توج نجم الساحلي ببطولة تونس في الموسم الماضي شمس الدين الزوادي هنا نا فابريس في التغطية من جديد على يمين سليم الرباعي تلعب ثنائية بين برنار بولبوا وأنيس البدري اللي قاعدة تتابع هذه في هذه المباراة هنا في فرجاني الساسي 1-2 مع غيلان الشعلاني
يعكس الهجوم لصالح الترجي، يفقد توازنه غيلان الشعنالي. كرة طويلة في العمق، أحمد علي قاعد يحاول يفك دفاع الملعب الجبسي. التمريرات القصيرة والسريعة. ساسي فرجاني ساسي للترجي الرياضي التونسي، تسلم كرة بفابريس أونانا ثم أليو سيسي الحلول، يلقى الفرجاني ساسي، فرجاني ساسي لكن التغطية من فابريس أونانا، فابريس أونانا. لكن المعاودين أكيد عندهم كل الإمكانيات باش يقوموا بمباراة طيبة أمام فريق مازامبي. الكرة ترجع بمخالفة لدفاع الملعب الجيبسي رغم أنه المهمة تبدو صعبة وحسب أمر التأهل. طبعا طبيعية لكرة القدم التونسية، يأخذ الكرة مارسيال إلى أونانا، أونانا به دخول الكرة من علي الدين عباس، فمش مخالف ركيز كبير على هذا اللاعب في الشوط الثاني إلى مارسيال. مارسيال صراع كبير مع أونانا، مارسيال يربح مخالف، يربح مخالف مارسيال كواسي. نفذ بسرعة المحاولة المراوغة من بيري كلاسي، كانت من تي تاكا تولو ثم بيري، والكرة تبقى عند دائما فريق زناكو. كابوي يتفذ التماس ترجع له، حاول المراوغة والكامروني فابريس أونانا. زوج تغييرات يعني في ان واحد بالنسبه للملعب الجيبسي، وكذلك زناكو تتلفت الركنيه وترجع الكره من الدفاع. كاتيبي لرودريك كابوي وفابريس اونانا اكو، والكره ترجع من فابريس اونانا لاحمد حسني، ترجع من محمد علي المهدي. المهدي سدد، كانت تمريره ممتازه من غيلان الشعلالي. رولانس ومجازفة من نفس الجهة، وأكرم بن سيسي أونانا يحاول يأخذ الكرة في حوار، لكن الهجمة حقها بالمساندة المعقولة. احنا مش نقولنا مش الناس كل مش تطلع الهجوم، فما الرباعي اللي هما أونانا في وسط الميدان. يبقى السكور 0-0 في لقاء ملعب التونسي. ملعب الجيبسي كان فرصة كبيرة للملعب التونسي بعد إذاعة ضربة جزاء من علي الدين عباس. اليوم سليم ما شفناش سليم كما عودنا، سليم مستانس يكون أكثر حركية متاعه أكثر، كانت الإضافة متاعه أكثر. ديما 0-0 بين الملعب التونسي والملعب الجيبسي. كوني اللي باش يربح الماتش ويربح ثلاث نقاط ويتنفس. فريق يعني محترم جدا، عنده كذلك عدة مشاركات في المسابقات القارية. هشام السيفي فقط زوز لقاءات فاز فيهم والحصيلة 6 نقاط بالنسبة لهذا الفريق من تسجيل 2 أهداف وحضرة النجاعة بالنسبة لأبناء الأكثر بفريق السيدة خاصة في هذه المغامرة الأفريقية. كرة ترزع من الدفاع، الكرة حمزة حدا هشام السيفي أونانا